بكون نفس كل الأولاد اللي عندهم الأشياء متوفرة، وحب يكون عندي طابية، وحب يكون عندنا ملعب، يكون عندي أستاذ يعلمني، وحب يكون إنه عندنا صف. صرنا 7 سنين عازفين، واليوم قاعدين بهذا المخيم. امبارح رحنا كسرنا حطب من الجبل، ولقنا اخويا نكسره عشان نحطه للنار، بدنا نسوي عم نغلى عليه الاكل، ما عندنا غاز ولا عندنا شيء.